في عطل خبيث جدا بيكون داخل ملفات موتور المروحه، وبالتالي بيخلي موتور المروحه قاطع كهرباء خالص. يعني بتيجي تشغله او تجربه او تختبر الموتور خارجي كده، بتلاقي انه المشكله ان الموتور مش شغال معاك، مش مدي اي صوت زنه او اي حاجه. المشكله دي بتكون داخل الملفات او الاستيتور بتاع المروحه نفسه. هي حاجة بسيطة جدا هعلمك ازاي تصلحها حتى بدون ما تفك الملف زي كده. ولو مش هي دي المشكلة اللي عندك، برضو هعلمك ازاي تفك الملف وتبدأ تفحصه وتختبر الملف نفسه وتعرف المشكلة فين وتصلحها بكل بساطة. فيديو النهاردة لجميع انواع المواتير بتاعة المراوح، مش نوع معين او شكل معين. تابع معايا الفيديو للنهاية وان شاء الله ملفك ومروحتك هترجع تشتغل تاني. وعشان ما نطولش في الشرح، زي ما انتم شايفين ده موتور المروحه، وزي ما قلنا اي شكل او اي نوع موتور مروحه مش هتفرق معانا. ولكن بكل بساطه مروحتك شغاله، مش بتعمل اي صوت، مفيش كهرباء، ومفيش اي صوت بتعمله يدل على ان الموتور فيه كهرباء. الموتور قاطع كهرباء خالص، مفيهوش صوت او اي حاجه. طيب احنا نعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض بكل بساطه، وهعلمك ازاي دلوقتي كمان تفحص الموتور او تختبر الموتور خارجيا بعيد عن المروحه. يعني ازاي تتاكد ان الموتور فيه مشكله من جوه. دي اسلاك الموتور زي ما انتم شايفين، بيكون فيه اربع اسلاك، تمام؟ واحده ثلاثة سرعات وواحده كهرباء. فاحنا بنجيب فيشه خارجيه، تمام؟ بنوصل الفيشه الخارجيه دي واحده على طرف السرعات اللي هو الاحمر او الابيض او الازرق، والطرف على الاسود الكهرباء، تمام؟ دي طريقه خارجيه انك تكتشف بيها او تكشف بيها على موتور المروحه. فيشه خارجيه، سلكين طرفين كهرباء عاديين، هنوصل واحد على الناحيه السوداء واحد على طرف من اطراف السرعات. لو الموتور ملفش معانا او الموتور ما اشتغلش، اذا الموتور ده قطع كهرباء وفي حاجه جوه في الملفات، في مشكله، تمام كده؟ المشكله دي نحلها ازاي؟ احنا هنعرف مع بعض دلوقتي ازاي نحلها، ولكن دي طريقه انك تختبر بيها. الطريقه الثانيه عشان نختبر بيها موتور المروحه وهي السيريا. طريقه عمل السيريا دي ابسط مما يكون، ما تعقدش نفسك وتبص للحاجات دي. زي ما انت شايف قدامك كده، دي الرسمه ودي الصوره، طالع منها طرفين. الطرفين اللي طالعين دولت احنا هنبدا نختبر بيهم، هي عباره عن لمبه وفيشه مش اكتر، تمام؟ هنجيب الطرفين بتوع السيريا، لما بنلمسهم طبعا كده في بعض المفروض اللمبه تنور. هنحط طرف منهم على السلك السوداء الكهرباء بتاعه الموتور. طبعا في موتور ممكن ما يكونش اللون الاسود هو الكهرباء بتاعه، على حسب نوع المروحه، لكن لو هو صيني زي كده هيكون اسود. طبعا لمسنا على الاسود، لمسنا على السرعات ما اشتغلش برضو، اذا كده الموتور ده قاطع كهرباء. لكن لو الموتور مثلا بيزن ومش بيشتغل، اذا دي مشكله ميكانيكا وجلب. هسيب لك فيديو في الوصف ازاي تتعامل مع الموتور، لكن شرح النهارده انه الموتور قاطع كهرباء خالص، مش بيشتغل او مش بيزن، مفيش كهرباء جوه الموتور. طيب يا سيدي، بص، بنسبه 80% او بنسبه 75% من اعطال المشكله دي انه بيكون في حاجه اسمها فيوز حراري داخل ملف الموتور بتاع المروحه. الفيوز الحراري ده بيكون صغير جدا، بيبقى موجود هنا كده في الملف بتاع المروحه، بيكون وظيفته ودوره ان هو يحمي موتور المروحه انه يتحرق. بمعنى انه لو الكهرباء شدت او المروحه سخنت، هو بيكون موجود عشان خاطر هو يبوظ ويفصل الكهرباء عن المروحه، زي الفيوز او الفازه العاديه، انه لما الضغط يزيد او الحراره تزيد يبدا ان هو يفصل، عشان يفصل الكهرباء اللي داخل الموتور المروحه. فبالتالي ده بنسبه كبيره بيكون عطلان. طب ازاي ان احنا نعرف ان هو عطلان ولا لا؟ هقول لك هنعمل ايه بكل بساطه. تعالوا هنا زي ما انتم شايفين كده، ده سلكين المكثف بتوع الموتور. اي موتور بيكون ليه سلكين مكثف. هنبدا نقشر السلكتين دولت بولاعه، يستحسن ولاعه عشان خاطر لو استخدمنا زراديه او حاجه ممكن واحنا بنقشر يتقطع السلك من داخل الملف. فخلينا كده نتعامل بولاعه، وبرده نخلي بالنا عشان بس ايدينا ما تتلسعش، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده قشرنا هنا الطرفين بتوع المكثف. فهنجيب عندنا طرفين السيريا او طرفين الكهرباء ال 220 برضو، ولكن السيريا امن شويه، لكن ال 220 تستخدمهم بس تخلي بالك. نلمس طرف على سلكه السرعات، اي واحده من السرعات، الازرق او الابيض او الاحمر، والطرف الثاني من السيريا او الكهرباء بتاعنا نلمسه على طرف المكثف. نجرب على الطرف الاول المكثف، ما اشتغلش، بنبدا نعكس ونجرب على الطرف الثاني المكثف برضه، بس نثبت طرف من الطرفين بتوع الكهرباء على واحده من السرعات وليكن الاحمر، تمام؟ لو الموتور اشتغل معانا وبدا يشتغل، اذا في فيوز حراري داخل المروحه دي والفيوز ده بايظ. لو اشتغلت معانا او حتى بدات تزن، المروحه ما كانتش، الموتور ما كانش بيزن، بدا يزن لما عملنا كده، اذا الكهرباء مش شغالة لانه في فيوز حراري داخل المروحة مش شغال. طب نعمل ايه بقى لو في فيوز حراري جوه بايظ؟ ممكن تعمل طريقة انك تلغيه اصلا ومن غير ما تفك الموتور خالص، وده اللي انا بنصحك بيه. يعني الافضل انك تعمل كده، هتجيب سلكة
سلك عاديه توصلها في الطرف المكثف اللي اشتغل معاك، لانه مش الطرفين بتوع المكثف هيشتغلوا، هي واحد منهم بس. فهتوصل سلكه من الطرف ده وتاخد السلكه دي تشدها مكان السلكه السوداء البايظه وتوصلها عادي في المروحه بتاعتك. كانت تجيب قطعه سلك من بره تمام طويله تركبها في المكثف، تربطها في المكثف وتشدها لتحت وتلغي السوداء القديمه وتركب السوداء الجديده، هتلاقيه اشتغل معاك. برضو نفترض انه الموتور مش شغال معاك او ما فيهوش فيوز حراري، يعني الموتور بتاعنا ده للاسف ما فيهوش فيوز اصلا، فبالتالي ده من ضمن المواتير القليله اللي ما فيهاش فيوز حراري. طب لو ما فيهاش فيوز حراري وقطع كهرباء نبدا نعمل ايه؟ زي ما انتوا هتشوفوا مع بعض دلوقتي، هنبدا نفك عشان نشوف المشكله دي ايه سببها. زي ما انتوا شايفين ده بشكل ملف موتور المروحه من الداخل. مبدئيا وبكل بساطه لو فكيت موتور المروحه او الملف بتاع المروحه لقيت فيه سواد او لقيت فيه حاجات مسودة زي كده، اذا الموتور ده خلاص شكرا محروق، مش هينفع يتصلح. تعوز تشيل الملف ده خالص، تلفه يعني تشيل السلك ده كله وتلفه من اول وجديد، او تستبدل الموتور بجديد تمام. انا ما بنصحش اي حد ان هو يلف موتور المروحة الصغير اللي زي كده. ليه؟ لانه اولا بيكون غالي، ثانيا مش بيكون بنفس الجودة بتاعة لفة الشركة او المصنع، الا لو كان صنايع بيرفكت ودول قليلين شوية. فيعني ممكن تريح دماغك وتغير الموتور كامل افضل تمام. فاذا لو فكيت لقيت حاجة مسودة زي كده خلاص يعني مع السلامة، نجيب غيره افضل. الحاجة التانية انه ممكن ما تلاقيش اي سواد او اي حاجات محروقة زي كده، بنعمل ايه؟ بيبقى غالبا المشكلة كلها في الجزء ده، الجزء اللي هو مدخل الاسلاك الكبيرة بتاعتنا. طبعا المنطقة ديت اللي مربوط فيها الاسلاك الشعر النحاس الصغيرة في الاسلاك الكبيرة. بس برضو لو انت لقيت ان الملف بتاعك ناشف جدا كده ومتحمص والاربطة دي ناشفة، ما تحاولش تفكه او تعمله، لان هو مش هينفع. يعني انت لو حاولت تفك الحاجات دي وتشد فيها جامد هتتقطع، ده متحمص جدا ويعني ملف قديم قوي، فمش سهل ومش مرن ومش هعرف افك الاسلاك دي عشان ابدا اكشف المشكله فين. فمثلا ده لو انا حاولت افكه هتلاقيه اتقطع، فبالتالي ما حاولش انه افكه. لكن لو لقيت الاربطه دي بتتفك معايا بسهوله ولسه الملف حالته كويسه، ابدا افكها بحرص واحده واحده وابدا اشيل. زي ما انتم شايفين ان انا حاولت افك هنا الملف اتقطع السلك كله زي ما قلت لكم. بصوا هنا يا جماعه، ساعات بيكون السلك ده مقطوع من هنا، السلك بتاعنا سلكه الكهرباء او سلكه المكثف واحده منهم مقطوعه، فانت بتبدا تقشرها ببساطه من غير ما تفك ده، بتبدا تقشرها ببساطه وتبدا تلحمها من بره بره كده، بيشتغل معاك تاني. دي كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن موتور المروحة. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك، لان اللايك مهم. اشوفك الفيديو اللي جاي، مع الف سلامة.